اخواتي وحبايبي اللي بحبهم في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. برحب بكل اخواتي وحبايبي اللي بتابعوني داخل مصر، وارحب بحبايب قلبي اللي بتابعوني خارج مصر. ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل المحفز في الكومنتات، وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بتابعوني بكل صدق وبكل امانه. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل عيش الرده، حاجه كده في منتهى الجمال. لو انت بتخافي ان انت تعمليه يفشل منك او ما يطلعش معاكي بنفس النتيجه، بعد الفيديو ده ان شاء الله هتكون استاذه فيه. سهل وسريع ومش بياخد اي وقت خالص غير مده التخمير بس، ونتيجته كمان فوق الممتازه زي ما انتم شايفين كده. ينفع معاكي بقى السندوتشات، والله العظيم طعمه فوق الممتاز. لما تجربيها هيعجبك باذن الله. هنسمي بسم الله ونكسر الصلع على الحبيب. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، انت اعملي الكميه اللي انت عايزاها، بس انا اشتغلت النهارده بنص كيلو من الدقيق، وهضيف عليه كده كوبايه من الرده. دي بعض الدول بره بيقولوا عليها النخاله، اللي دي بتاعت السمك يا جماعه، اللي احنا بنجيبها ونعمل بيها السمك. بعد ما ضفت كده كوبايه الرده، بضيف عليها كمان معلقه كبيره كده من السكر علشان تنشط معانا الخميره اللي هنضيفها دلوقتي، وحطيت كمان ربع معلقه صغيره من الملح، بس بعدت الملح كده عن السكر علشان تنشط معايا الخميره على طول. هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده، الدقيق مع الرده مع السكر مع الخميره مع ذره الملح كله كده. ومعايا هنا كوبايتين من الميه، هنزل الاول كده بكوبايتين من الميه، وهخلي معايا نص كوبايه على جنب كده، لو احتجتها خدها، ما احتجتهاش خلاص. انتوا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني في شرب السوائل، ودي ده انا جايباه من عند العطار، متعدد الاستخدامات. لو انت عندك دقيق غله من العلامه الاولى اللي هي الزيرو، ممكن تشتغلي بيها، هتديكي برده نفس النتيجه. وكمان لو عندك، يعني مش شرط تكون العلامه الاولى، لو انت عندك دقيق غله علامه ثانيه علامه ثالثه وهتضيفي عليها رده، هتكون معاكي برده نتيجتها فوق الممتازه، لان هي بتبقى كمان كويسه جدا في المعجنات اللي زي دي اللي احنا بنضيف عليها الرده او السن اللي هو الناعم ده. فانا دلوقتي مشتغله بالنص كيلو، لو انت حابه تضعفي الكميه كل المقادير هكتبها لك في صندوق الوصف، وحابه تضعفي الكميه براحتك. انا على فكره كنت غسلت ايدي منها وسبتها كده حوالي دقيقتين ثلاثه لغايه ما شطبت الحوض ورايا كده، ورجعت تاني ان انا اعجن فيها زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انا انشط ماده الجلوتين اللي في الدقيق، وتبقى العجينه معايا فوق الممتازه. ولو اخدتوا بالكم انا اخدت نص كوبايه الميه اللي انا كنت سايباها، ببدا ان انا انزل بيها تدريجيا كده لغايه ما العجينه تتعجن معايا كويس جدا، علشان الرغيف معاكي يتنفخ. وزي ما شفتوه معايا في اول الود في فيديو، لازم نعجن العجينه كويس جدا، ما يقلش عن 8 ل 10 دقائق عشان تنشطي ماده الجلوتين اللي في العجين، وتطلع معاكي اكثر من ممتازه زي ما شفتوها معايا، سواء في العجان او بايديكي. انا هسيبها كده تختمر، وبعد ما تختمر ادى نتيجه بيتها. بعد ما انا سبتها حوالي كده تلت ساعه او نص ساعه كده على الرخامه، وببدا ان انا بقى بعد ما اختمرت هبدا ان انا اقطعها بقى كور صغيره كده زي ما انتم شايفين، حجم الرغيف اللي انت بتفضليه، كبير صغير كده. عملتها حوالي كده 50 جرام، حابه تكبري عن كده مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى معايا رده، نسبه من الرده كده اللي انا عجنت بينها، وكمان عليها حوالي 3 4 معالق كده من الدقيق الابيض. حابه تشتغلي برده بس مفيش مشكله، بس انا بحب دايما ان انا اضيف الرده كده على الدقيق واشتغل بيها. وده حجم الكره قد الطماطميه كده زي ما انتم شايفين، حابه تكبري شويه مفيش اي مشكله خالص. بالشكل ده كده هبدا ان انا بقى اكورهم كلهم زي ما انتم شايفين. وطبعا قبل ما ابدا ان انا اكور، فردت حاجه بسيطه كده من الرده وبدات ان انا افرد عليها. طبعا من اول رغيف انت قطعتيه هتبداي ان انت تاخديه بيكون استريح معاكي، ويبدا ان هو يتفرد معاكي بكل سهوله كده، وما يلمش معاكي اول عجينه ترجع تاني من النص كده لبره كده زي ما انتم شايفين. وده السمك بتاعه ما يكونش رفيع جدا علشان ما يبقاش طالع بالعربي كده او بالبلدي كده مبلط معاكي وما يتنفخش معاكي زي ما شفتوا معايا. فلازم نخلي السمك بتاعه زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ان انا اخلص كل الكميه اللي معايا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ارصه في الصواني بتاعتي واسيبه يستريح كده حوالي 6 دقائق او 7 دقائق علشان يديني النتيجه اللي انتم شفتوها. انا رصيته كده في الصوانيتين، وحطيت كمان كيس ثلاجه بينهم وبين الطبقات بحيث ان هو يستريح كده ويديني النتيجه افضل زي ما انتم شفتوها معايا كده في اول الفيديو. هنا بقى ولعت عين البوتاجاز من فوق كده، وخليتها على نار متوسطه ما تكونش عاليه عشان ما ياخدش معاكي لون بسرعه ويكون لسه عجين من جوه. وده اللي انا حطيتهم في فرن البوتاجاز من تحت، انا حاطه الصاج على الرف الثاني من تحت. لو اخدتوا بالكم انا دايما حاطه الصاج كده، مش بشيلها خالص ولا بطلعها ولا بنزلها. ده اللي عين البوتاجاز كده شايفين ما شاء الله، اول ما بياخد بيبدا ان هو يشمع معايا، ببدا ان انا اقلبه على الجنب الثاني، وساعه ما ياخد لون كده ببدا اقلبه برده على الجنب الثاني زي ما انتم شايفين ما شاء الله طالعه معايا. لو انت حابه ان هو يكون ناشف هسيبيه يتحمص حاجه بسيطه جدا. ده اللي كان في فرن البوتاجاز من تحت شايفين،
ده جانا دايما بنتي بتحب العيش اللي هو متحمص الناشف ده، فقالت لي ماما اعملي لي دولت ناشفين كده، لما بقيت العيش هطلعه طري. ده اللي كان على عين البوتاجاز، اللي بيبقى على عين البوتاجاز بيبقى طري مش زي برضو اللي في البوتاجاز. وده برضو تاني مره انا طلعت الثلاثه الاولانيين، ودولت اللي حطيتهم اربعه تانيين زي ما انتم شايفين. اول ما يبدا ان هو ياخد معايا النقطه الصفراء بطلعه على طول لو انت حابه ان هو يكون طري، انما لو حابه ان هو يبقى ناشف معاكي زي التانيين دولت هسيبيه يتحمص شويه. شايفين ما شاء الله انا عملت شويه ناشفين وشويه طريين، حاجه كده ما شاء الله. ده بقى اللي هو طري، شايفين ينفع معاكي بقى كمان لحشو حشو سندوتشات كده للاولاد اثناء المدرسه. عايز اقول لكم والله العظيم طعمه فوق الممتاز، وافضل واحسن كمان من اللي بتجيبيه من بره. هنا انا حطيت واحد تاني كمان في الطاسه، اول ما يبدا ان هو يتشمع زي ما شفتوا معايا بتقلبيه وبيبدا ان هو يتنفخ معاكي كله زي ما انتم شايفين، ويطلع بالنتيجه دي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، حاجه كده في منتهى الجمال. وكمان فرن البوتاجاز انا كنت مولعه من تحت ومن فوق في نفس الوقت، يعني في ناس ما عندها الفرن البوتاجاز مش بيولع الاثنين الشعلتين مع بعض، لو انت عندك ده لوحده وده لوحده هتولعي من تحت الاول، واول ما يبدا ان هو يتشمع هتطفي من تحت وتشغلي من فوق لو انت حابه ان انت تسويه في فرن البوتاجاز. انما لو انت هتعمليه على عين البوتاجاز ممكن تحطي الطاسه زي ما انتوا شفتوا معايا وتحطيه على العين بتاعه البوتاجاز، واول ما يبدا ان هو يتشمع معاكي ويلم معاكي تقدري ان انت تشيليه تاخديه وتدخليه فرن البوتاجاز وتطلعي الشوايه من فوق على طول، وتقومي مولعه له على وتحاولي ان انت تقربي الصاج للشوايه من فوق، هتلاقيه اتنفخ معاكي واخد معاكي لون مع بسرعه على طول. شايفين ما شاء الله دول اللي انا سبتهم ناشفين بقى الجنه، وهنا بقى الطري ضغطت عليه كده وحطيته على بعضه علشان يفضل طري معايا وما ينشفش. ولو انت حابه ان انت تعملي كميه اكبر تعملي كيلو وتحفظيه في الفريزر هيكون معاكي زي العسل، وتطلعيه تسخنيه كده ينفع باكي بقى بالسندوتشات الاولاد لو انت حابه. عايزه اقول لكم العيال فرحانين بيه جدا وطعمه كمان فوق الممتاز، جربيه وان شاء الله يعجبك ويعجب الولاد. لو عندك اي سؤال اي استفسار عن اي حاجه اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي. بحبكم في الله اجمل اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.